مشاهدينا، ولد خاتم الأنبياء وهو الهادي البشير الذي أرسله ربه عز وجل ليكون شاهداً ونذيراً ومبشراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. ويقوم المسلمين في هذا اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكثرة الصلاة على النبي والمداومة على قراءة القرآن الكريم ومتابعة ذكره بالليل والنهار للاحتفال بالمولد النبوي، ليس مجرد شعارات تقال ولا عبارات ترفع ولا كلمات تردد. مشاهدينا، المولد النبوي الشريف من أشرف الأيام لأنه وافق ميلاد خير البشر، وفيه يتقرب العبد من ربه وهو يتجنى أيضا من عذاب النار. مشاهدينا، الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة أحد علماء الأزهر الشريف، سعد الأستاذ سعد فتحي سعد عبد الدايم. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلين. في البداية أستاذ، لو تخبرنا عن أهمية طبعا الاحتفاء بيوم المولد النبوي الشريف في البلدان الإسلامية كافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث من ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية كل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية كلها بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي هو في حقيقته نور أضاء للكون كله بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بالنسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو احتفال أمرنا الله عز وجل به حينما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فكل فرح بفضل الله وكل فرح برحمة الله هو أمرنا الله عز وجل به، فلذلك إذا جاء المولد النبوي الشريف يفرح المسلمون في شتى الأرض في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى العترة بهذا الحادث العظيم وهو مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قال قل بفضل الله وبرحمته، هل هناك فضل تفضل الله عز وجل علينا به كما تفضل علينا بسيدنا محمد؟ حينما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فهو صلى الله عليه وسلم منة وفضل من الله عز وجل. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه وهم جلوس فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نحمد الله ونشكره على أن من علينا به. فقال لهم رسول الله الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني انتم لم تجلسوا الا لذلك لان تحمدوا الله على ان من عليكم بي، على ان رزقكم بهذه النعمه المباركه وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال اما واني لم استحلفكم تهمه لكم ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه. فالذي يجلس في مجلس احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وهو يذكر فضل الله عز وجل عليه بأن من عليه بسيدنا محمد، وهذا ركن من أركان الفرح أو سبب من أسباب الفرح الذي قال عنه ربنا قل بفضل الله. ثم قال وبرحمته، ورحمة الله عز وجل كامنة، ومن أعظم رحمات الله عز وجل على عباده التي أنزلها عليهم، فإن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا، ومن هذه الرحمة أن أعطانا وجعلنا من أمة سيدنا محمد. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن اكتمل الركن الثاني أو السبب الثاني من أسباب الفرح حين قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته، فنفرح بفضل الله على أن من علينا بسيدنا محمد، ونفرح برحمة الله عز وجل الكامنة في سيدنا محمد. إذن هو امتثال لأمر الله حينما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضيلة الشيخ، ما هي
فوائد تذكير الأجيال الصاعدة أو القادمة بيوم المولد النبوي الشريف؟ الأجيال القادمة أو عموم الرب لسيدنا محمد له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد على سبيل المثال أنني أربط أولادي أو أربط الأجيال القادمة أو أربط نفسي أو أربط أهلي أو أربط كل من حولي بسيدنا محمد. إيه الفائدة اللي بتعود علي في ذلك أو على من ربط نفسه أو ربط نفسه بسيدنا محمد؟ أنه ربط نفسه بسبيل من سبل النجاة، فإنه صلى الله عليه وسلم حريص علينا، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص علينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا حينما قال: حياتي خير لكم تحدثون وأحدث لكم. حينما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل: كل الله أمتي أمتي، أي أنه صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لأمته ويسأل لهم النجاة، فقال له ربه، قال ربنا لسيدنا جبريل: كل محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم في روضته الشريفة هو حريص علينا، فنجده صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة يقول: ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدتها خيرا حمدت الله وإن وجدتها شرا استغفرت الله لكم. إذن أربط نفسي بمن جعل الله عز وجل بيده سبيلا وسبلا من سبل النجاة. ثم نأتي يوم القيامة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. هذا نوع من أنواع الربط. وربط آخر للأجيال القادمة بتحسين الذوق. معنى تحسين الذوق عند الناس أنهم يجعلون لأنفسهم مقياسا معينا من مقاييس الجمال. يعني إذا أردنا أن نعرف أجمل الخلق فهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم جميل جملة وتفصيلة. معنى جماله جملة، أي أنه جميل على العموم، جسده كله بوجهه الشريف في سيره ومشيه ونومه وحياته كلها جميل صلى الله عليه وسلم. ثم نجد عينه صلى الله عليه وسلم على التفصيل جميلة، وأنفه جميلة، وشعره جميل، فكل جزء من رسول الله جميل. فإذا عرف الإنسان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ذلك إلا من خلال الارتباط به، فإذا عرف الإنسان جمال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه تحسن عنده الذوق، فإذا كان فيكون مقياس الجمال عنده ما كان على شاكلة رسول الله، فيكون أجمل الشعر ليس الشعر الصبط الشديد النعومة ولا الشعر الجعد المجعد، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال شعره ليس بالصبط ولا بالجعد، أي بين ذلك وذلك. ثم ربطنا وربط الأجيال القادمة هو ربط بالنموذج الأمثل الذي يراعي عبادته لله عز وجل، فهو أفضل من عبد الله. ثم معنى آخر من معاني الرب، معنى وهو معنى المعاملة بين خلق الله. فإذا أراد الإنسان أن يحسن في معاملته مع الخلق ينبغي عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج لنا أجيال نافعة لنفسها من خلال معاملتها مع ربها ومعاملتها مع الخلق، ونافعة للغير من خلال الإحسان إلى الغير. صحيح فضيلة الشيخ، ذكرت كيف من الممكن أن نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمورنا الحياتية، كلمنا أكثر كيف من الممكن على الأهالي أن يقتدون بأخلاق التربوية لرسولنا الكريم في تربية أبنائهم؟ حضرتك حينما يعني نبحث عن الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، الأمر لم يتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مجرد الولادة للطفل، بل تخطى ذلك الأمر إلى اختيار الزوجة. فاختيار الزوجة اختيارا سليما ينتج لنا إنتاجا طيبا مباركا فيه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى تربية، يدعونا إلى حسن تربية الأولاد منذ
بداية اختيار الزوجة ومنذ بداية اختيار الزوجة للزوج، كل منهما يختار الآخر على وفق ما وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال للرجل تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال للمرأة إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا فعل الإنسان المرأة والرجل وأحسن كل منهما في اختيار الآخر خرج لنا نتاجا حسنا. هذا النتاج هو بداية التربية. ثم يقول لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بأن نختار لأبنائنا الأسماء الحسنة، وهذا ملمح آخر من ملامح التربية، فيكون خير الأسماء ما حمد وعبد. ولذلك لما جاء رجل إلى سيدنا عمر يشكو عقوق ابنه له، فقال لسيدنا عمر: هذا الولد يعقني يا أمير المؤمنين. فاستمع سيدنا عمر لهذا الولد فقال: اسمع مني أولا يا أمير المؤمنين. فاستمع إلى هذا الصبي فقال: إن ابني، إن أبي قد أساء إلي قبل أن أسيء إلي. ماذا فعل يا بني؟ إن ابني اختار لي امرأة غير كفر، اختار لي أما غير كفر، اختار لي اسما غير مناسب، أي سماني جعلا. وجعلا نوع من أنواع الحشرات كالخنفساء، هذه الحشرة. كيف يرتضي لنفسي أن يسمي ابنه هذا الاسم الغير، يعني الغير طيب؟ إذن الأمر لم يقتصر على حتى حسن المعاملة في عند خروج الولد، بل يتخطى قبل أن يخرج هذا الولد إلى النور. ثم بعد ذلك تأتي أمور التربية. التربية ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فنعلم فنربي أبناءنا بالرحمة وبالوداد، ونتكل على الله عز وجل في التربية. فلقد جاء أن أحد الصالحين وهو الفضيل بن عياض كان له ابن. وحضرتك النصيحة دي أنا بوجهها لجميع الأمهات، لازم تاخد كل واحدة تاخد بالها من هذا الأمر. كان سيدنا الفضيل بن عياض عنده ولد، وكان هذا الولد يعني غير على غير التربية السليمة، مسيء. سيدنا علي يحاول، سيدنا الفضيل بن عياض يحاول في تربيته ولم يعرف. هنا دعا ربه وقال: اللهم إني يئست من تربية ابني فربيه أنت لي يا رب. فما هي إلا أيام معدودة حتى انصلح هذا حال هذا الطفل، هذا الصبي، وصار عالما كبيرا بعد ذلك. فيا جماعة الخير، من كان له ابن فليربه بالرحمة، وليمتثل بتربية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور العبادات، حينما قال وقنن هذا الأمر: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا بداية في التعليم، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ليس الضرب الشديد المبرح، وإنما هو شيء من التعنيف والتوجيه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأولاد ويعلم ويدعو الأمة إلى 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 الامتثال لهذه التربية بشيء من الرحمة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طبعا أكيد والحسن. يا شيخ الرسول هو قدوتنا الحسنة أكيد في جميع مجالات الحياة. الشيخ أحد علماء الأزهر سعد فتحي سعد عبد الدايم، شكرا لتواجدك معنا اليوم، وشكرا على هذه المعلومات القيمة. شكرا لحضرتك.